دمشق تحت النار، طيران ومدفعية وراجمات نظام الأسد أحاطت العاصمة بحزام ناري. حواجز قواته العسكرية وشبيحته أغلقت منافذ الأحياء. الثوار من جهتهم وسعوا دائرة نيرانهم من الريف إلى مشارف المطار الدولي وقلب بعض الأحياء. هي بداية النهاية، يقول الثوار. حي الحجر الأسود تلقى صباحا مزيدا من صواريخ طيران النظام، ما أدى بحسب شبكة سوريا مباشر إلى دمار في الأبنية السكنية وإلى وقوع عدد من القتلى والجرحى. وردت كتائب الجيش الحر باستهداف مقرات شبيحة النظام حول مطار دمشق الدولي. بلدة المليحة في الغوطة الشرقية التي يعبرها طريق مطار دمشق الدولي تتعرض لقصف عنيف براجمات الصواريخ، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى. كما يستمر القصف على دير العصافير وزبدين ومعظم منطقة الغوطة الشرقية تحديدا المحيطة بمطار دمشق الدولي. وفي أشرفية صحنايا أفيد عن مقتل 6 أشخاص وجرح 7 آخرين جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام. شبكة شام أفادت عن قصف عنيف من طيران النظام على مدينة دارية بريف دمشق بالتزامن مع القصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ. شبكة الشام الإخبارية أفادت عن اشتباكات عنيفة في شارع 60 بحي دير بعلبة في حمص بين الجيش الحر وجيش النظام، والانفجارات تهز المنطقة بالكامل. كما تستهدف مدفعية النظام الثقيلة حي السلطانية بمدينة حمص. دارة عزة في ريف حلب تستمر تتلقى المزيد من القصف، وهذه المرة بصواريخ أرض أرض، محدثة دمارا في الممتلكات وحفرا عميقة في الأرض. دير الزور 2012. شبكة الشام قالت إن قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة يستهدف معظم أحياء مدينة دير الزور، واشتباكات عنيفة تدور بين جيش النظام والجيش الحر. رمزي المصري، العربية.